اقتربنا الآن من ربع نهائي دوري الأبطال، بالتأكيد الأسماء مبهرة، هناك أندية ممتازة وقوية وهناك المسيطرون على دورياتهم المحليين و29 لقبا عامة مع هذه الأندية المتواجدة. هذا قد لا يكون سؤالا معتادا، ولكن هل هناك فريق يبهرك أكثر من غيره؟ أعتقد أنه هناك الكثير من الأندية الجيدة، برشلونة، ريال مدريد، مانشستر سيتي، كل هذه الأندية ممتازة، نادي يوفنتوس كذلك. فعلا من الصعب أن نتنبأ بأي شيء، منافسة متقاربة جدا في المستوى. نعم أندية رائعة، ولكن لسوء الحظ اثنان فقط في النهائي. نعم بالتأكيد سنرى إذا الآن. عفوا بالتأكيد أريد أن أعتذر على هذا السؤال أندريا، بالتأكيد سؤال شخصي، ولكن أنت فزت وخسرت نهائيا في هذه المنافسة، ما الذي يبقى أكثر في ذكرك؟ هل هو ألم إضاعة ضربة جزاء أم الفرحة الكبيرة بالفوز بهذا اللقب؟ في الحقيقة أنا أتذكر دائما عندما كنت ألعب هذه المنافسة، وعندما كنت شابا كنت أتمنى أن أحلم بهذه البطولة. كان دوري الأبطال جزء من أي حلم أي لاعب محترف. ليس لدي أي ذكريات سيئة بكل صراحة، لأنه عندما تلعب نهائي دوري الأبطال يمكن أن تفوز ويمكن أن تخسر كذلك، وإنه جزء من عملك وجزء من تجربتك. أنا كان حلمي أن أصبح لاعب كرة قدم، هذا الأهم. شكرا لهذه الكلمات أندريا. وأخيرا بالتأكيد كلاعب أوكراني ومواطن أوكراني، ما الذي تتوقعه بالتأكيد، وما مدى أهمية هذا النهائي في أولمبياد كييف بالتأكيد الذي رأينا في نهائي يورو 2012؟ إنه شرف كبير جدا بالنسبة لنا أن نستضيف نهائي دوري الأبطال. الناس في أوكرانيا يحبون كرة القدم، بل يعشقونها كذلك، وهذه ستكون لحظات رائعة ومهمة جدا بالنسبة لنا وبالنسبة للأجيال القادمة كذلك، أن نستقبل هذا النهائي ونرى أفضل الأندية في العالم تأتي إلى كييف وتلعب. وفعلا شكرا لكم لهذه الفرصة. سيكون هذا رائعا ليس لكييف وأوكرانيا فقط، بل للعائلة الكروية عامة. الآن نذكركم بسرعة آلية القرعة، إذ أننا نقترب شيئا فشيئا من هذه القرعة. كما تعرفون هذه قرعة مفتوحة، لا يوجد فيها أي حماية لأي ناد ولا ظروف خاصة كذلك، قرعة مباشرة. إذن ثمانية أسماء لمن سيشارك في ربع النهائي، كل الأسماء موجودة في هذه الوعاء. سوف نخلط الكرات، وعندها أندري سوف يبدأ بإخبارنا من يواجه من، وبالتأكيد أول من يسحب سيلعب أمام نفس الخصم بالتأكيد ذهابا وإيابا، والآلية تتواصل هكذا بالنسبة لكل المباريات. نحن جاهزون بالتأكيد، فقط تذكير بسيط جدا بالنسبة للأندية المترشحة. لدينا نادي برشلونة، باير ميونخ، نادي يوفنتوس، نادي ليفربول، مانشستر سيتي، ريال مدريد، روما وإشبيليا. كل شيء جاهز. إذن أندري أنت جاهز؟ نبدأ بالمزج ونبدأ. لحظات مهمة جدا. نعم وهو كذلك. برشلونة، نادي برشلونة أول اسم يسحب في هذه القرعة، الفائز خمس مرات في دوري الأبطال، آخر مرة كان عام 2015 بعد فوزهم أمام تشيلسي وترشحهم لهذه المنافسة في هذا الدور. نادي روما، برشلونة وروما، نادي روما سيواجه برشلونة في هذه المباراة، هذه المباراة الأولى لربع النهائي. إشبيليا، مرة أخرى النادي الثاني من إسبانيا إشبيليا، وكما قلنا بعد 60 عاما من آخر ظهور لهم في ربع النهائي يعودون إلى هذه المرحلة. تأتي بهم القرعة أمام بايرن ميونخ، إشبيليا أمام بايرن ميونخ، فائز خمس مرات كذلك بالمنافسة، سيكون ربع نهائي مثير دون أدنى شك. ثم نادي يوفنتوس الإيطالي، بطل
إيطاليا كذلك لديه الرقم القياسي في المشاركة في دوري الأبطال 18 مرة بين الأندية الإيطالية طبعا، أكثر من أي ناد إيطالي آخر. ريال مدريد. وإذا يوفنتوس سيواجه ريال مدريد كما كان النهائي في السنة الماضية في كارديف. إذا ناديان متبقيان لكننا نعرف تماما من سيواجه من. إذا أنهم كانوا في نصف النهائي عام 2015 ليفربول اف سي. ليفربول إذا quarterfinal. Tell us, we know, but تتذكر بالتأكيد ربع نهائي أمام. نتوقع مباراة ديربي جميلة. مانشستر سيتي. Yes, it is a derby. وهو ديربي ليفربول أمام مانشستر سيتي. مع هذا الديربي الإنجليزي ننهي قرعة ربع النهائي. شكرا لأندريا. وبيدرو يعود معنا من جديد. يجب أن أخبركم بأنني كنت أتابع الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي الكل. We'll be right back.